الو السلام عليكم. عليكم السلام. ورانا درك دار بيه. وين دار بيه؟ واش من دار بيه رانا؟ داكوغ. الو بقيلا حكيتو لي هنا تجيو ثلاث مرات في السمانه، ميم كي تقراو؟ لا كي نقراو في نهار واحد. قرات في السمانه ثلاث. داكوغ، بصح في لي فاكونس داكوغ. شكون اللي عنده بزاف اللي يدير هذوم لي زاتولي فيها؟ وكل جيتو مع بعضاكم؟ شكون ماله؟ انا هذه جات قبل بهذيك النهار. داكوغ، زيد عاودي لي قدا عندك ملي جيتي هنا في دار البيئة؟ الصيف اللي فات، صافي عام. داكوغ، نقول له واش تعلمتي؟ تعلمت كيفية نحافظ على البيئة. نحافظ على البيئة. اها. نعتني بالازهار. اها. و ما نقطعهاش. داكوغ. ونلم النفايات وما نلوثش البيئة. داكوغ. وبلي البيئة مهمة في حياة الإنسان، كنت تلوث قدر تسبب أمراض للإنسان. أمراض خطيرة. واللي متسبب في تلوث البيئة هو الإنسان. وين تقراو؟ ما يعلموكمش الشيء هذا كل؟ تسمى تعلموه غير هنا؟ داكوغ. يعلمونا نصف الحوايج. نصف الحوايج، تسمى هنا حفظتوا صح. داكوغ. الأكثرية هنا. وش اللي عجبكم المقطرية درك؟ نقول الأغاني والأشعة اليدوية والزرع والمصر. عجبتني الرحلات. تروحوا رحلات وسي وين تروح؟ ونحتفل. رحنا للبحر. رحنا للبيجو. البلاد اتفرجنا في حفلة هكا. وحفلات. مالا العام جاي تزيدوا ترجعوا. ربي ان شاء الله. سما عجبتكم صح. حتى وقت الحفلة يعني طول العام. طول العام. ها. وانت قد عندك ملي تجي هنا؟ عندي هنا بشهر. عندك تسمى راك جديد. مالا عجباتك؟ اه. عجباتك بزاف ولا شويه؟ بزاف. واش تعلمت؟ المحافظه على البيئه ولا النفايات فيها. وانت في بالك ناس كبار يقيموا بالبيئه ولا ما يقيموش؟ يقيموا. يقيموا صح. وانت يا واش في رايك درك؟ نقول له في الكارتي تاعك تبان لك الناس يقيموا بالبيئه ولا ما ولا تبان لك مازالوا ما يعرفولهاش؟ كاين اللي يعرفوها وكاين اللي ما يعرفوهاش. وكي تشوف واحد شغل يدير حاجه مش مليحه تروح تهضر معاه تنصحوه؟ واش تقول له؟ نقول له ما ترميش نفايات في الارض وحافظ على البيئه وسط الاشجار. اها. وغرس الأشجار وغرس الزهور وسقيهم. وغرستي شوية أشجار ولا غرستي حوايج في دارك؟ غرست في الدار. واش غرستي؟ حتى غرست الورد. الله يبارك. وفي الدار غرست واحد الشجرتين. وين هذه؟ البرا والدار. داكوغ. وانت هي؟ أنا غرست في مع دار البيئة، مع كل أعضاء دار البيئة غرسنا عدة أشهر في الحيتانة. وتعاوننا ولي نشوف ونقول لي نشوفه قاعد يدود في البيئة ويحس فيها نقول له ما تحزنش. ويسمعوا لك؟ كاين يسمع كاين. كاين ما يسمعش، بصح ديما ديما شغل تقولي له ما تخليش كيما كيدير. ينقص العدد، كل مرة ينقص العدد. داكوغ. وانتم ما في بالكم درك البيها راح تولي حاجة كبيرة في الجزائر؟ تسمى راح ان شاء الله. تسمى الجيل تاعكم دهولي راح كي يحافظ على البيئة ويزيد كيما الانسان كيما احنا درك كي ننصحوهم كي كل يعرفوا ويهتموا بالبيئة. البيئة راح تكون نظيفة أكثر من درك. وفي الدار نقولوا مالك وكل شيء يسمعوا لك ولا بيسمعوا لكش؟ يسمعوا لك. صح. كيفاش؟ اعطيني مثال شغل كي بدلتي لهم شويه العقليه. قولوا حاجه اللي كانوا يديروها في الدار بكري ودرك عادوا ما يديروهاش.
كيما فين كاين جيراننا. ها جيران فين القمامات يرميهم بحدا ديار الناس. ها كي نصحناهم عادوا في الاماكن اماكن مخصصه لها. داكور. وكي تكبروا انتما واش حابين ديروا مالا واش من خدمه؟ انا حبيت نخدم في دار البيئه. اوه الله يبارك. وانت يا؟ انا معلمه. معلمه. وانت بيطري. بيطري. وانت يا؟ انا حابه نخدم في دار البيئه. انت واش حابه تخدم في دار البيئه؟ وانت يا؟ طبيبه ان شاء الله. طبيبه ان شاء الله. تسمى فريمون عجبتكم دار البيئه؟ نعم. اه مليح. باه كيما انا زعما قلت معلمه كي نكبر بربي ان شاء الله كي نكون معلمه ننصح التلاميذ يديروا واش تعلمت ونعطيهم معلومات كي اللي تعلمته في دار البيئه. داكور. بون نكملوا بحاجه. درك نقول له هذه راح تعدي في انترنت تسمى بزاف ناس راح يتفرجوا. اوكي. تقدر تخسرك على قد الساعه. كيفاش قد الساعه يحطها؟ لا ما فيهاش ساعه. هذه تسمى النهار اللي تكون من بعد انت تروحي كي تحبي تشوفيه. سمعتي؟ بصح مازال راني نقول لهم النهار اللي ندخلها في انترنت. المهم نحب تهضروا حاجه للكبار درك حاجه امبورطون باش يسمعوكم كل انهم ينصحوا لاولادهم بالمحافظه على البيئه وزرع النباتات والازهار وكل النباتات والازهار والاشجار وانهم يحتفظوا بها ويسقيوها وينظفوا انهم يعتنوا بالحيطه. داكور. انا نقول لهم من فضلكم ما تلوثوش البيئه وحافظوا عليها خاطر هي حاجه مهمه جدا جدا ويقوموا بعمليه تنظيف الحي ويقوموا بغرس الاشجار خاصه تنظيف المكان اللي جالسين فيه. داكور. وانت مزلتي جديد بالك انت كنت تهضر مع الكبار واش تقول لهم درك على البيئة لازم درك لازم يقيموا بها ولازم يخليوها هكا كامل في رايك انت لازم يقيموا بها وانت يا لازم يقيموا بها وما يكشفوش نفايتها تسمى هادي في بالكم تسمى المشكل الاولى الناس يطيشوا في الزبل حشاك هادي هي تسمى تحبوا تقولوا لهم نقصوا شويه. اه وبفضل يعني تطورت الانسان ساعدته يعني ما عادش يتعب ياسر وبصحى من جهه واحده اخرى لوتت الهواء المصانع لوتت البيئه. داكو. وانت يا مالا؟ انا نقول لكل الناس ان نحافظوا على البيئه وما يكونوش مهملين ليها. اي حاجه يشوفوها تضر بالبيئه ما تديش الطريق صحيح انه ينحيوها ما يخليوهاش باقيه ونقول كل الناس كل الاطفال كل الاخوه انه يخشوا في دار البيئه خاطر هي اللي علمتنا نحافظوا على دار البيئه على البيئه وعلمتنا حوايج ياسر. داكو. وانا تاني نحب انا ندعو جميع الاطفال اللي كيفنا انهم ينضموا لدار البيئه باش يتعلموا اشياء على البيئه وباش يحافظوا عليها وكيف هما تاني يدعموا حياه واحد اخرين. داكور. بارك الله فيكم. بالك مازلتي عندك حاجه؟ انا مجموعه اسمها ناس الخير تقوم بتنظيف بعض الاماكن يعني في الصيف حديقه سمعت بها ما عليكمش تعرفوا. المهم كتر خيركم وهيا قولوا باي 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 الى بروشين.